السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صحيح، الارزاق ما لها شغل بالذكاء، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. الذكاء ما لها شغل، الارزاق هذه ارزاق مكتوبة من عند الله تبارك وتعالى، والإنسان يسعى في طلب هذا الرزق استجابة لأمر الله. فامشوا في مناكبها، فالله أمر أن نمشي في مناكبها ونسأل الله من رزقه، لكن هذا المشي استجابة لأمر الله، لا أن الرزق لا يأتيك إلا حتى إلا وأنت تمشي، لا. ولذلك يرزق الآن الطفل وهو في بطن أمه، يولد وارثا 7 مليون 5 مليون أكثر أقل، صحيح؟ يولد وارثا، يولد غنيا، أبوه مات وهو حمل في بطن أمه. الأرزاق لا شأن لها بالسعي، وأما السعي فإنه استجابة لها. فالذي لا يسعى لا يؤجر، والذي يسعى يؤجر، لكن الأرزاق محدودة.